تركيا تخوض سباق العمالقة بأول سيارة طائرة محلية، 130 نظاما متطورا للإقلاع والهبوط. انطلاق يابان الشرق الأوسط. كشف سلجوق بايركتار المدير الفني لشركة بايكار التركية عن إطلاق مشروع السيارة الطائرة محلية الصنع، وبذلك تكون تركيا التي تزيد من خبراتها في مجالي الصناعة الدفاعية والصناعة الجوية يوما بعد يوم، قد أخذت مكانها أيضا وسط الدول العملاقة التي تعمل على تصنيع هذه التكنولوجيا مثل الصين والولايات المتحدة واليابان. وفقا للمعلومات، فإن هناك عدة دول تعمل على تصنيع السيارات الطائرة، في مقدمتها الولايات المتحدة واليابان، كما كثفت بعض الشركات العالمية الكبرى مثل إيرباص وبوينغ جهودها في هذا المجال. قال بايركتار إن العمل على مشروع سيارة الطائرة مستمر منذ نحو سنة ونصف، مشيرا إلى استمرار أعمال التجهيز وتطوير البرمجة والاختبارات على نظام دفع المحرك، وأشار إلى أنه تم تطوير 130 نظاما كهربائيا للإقلاع والهبوط العمودي، وأضاف أنه يوجد حاليا حوالي 200 شركة استثمارات تكنولوجية تعمل في هذا القطاع. ولفت إلى أن حجم الأموال التي استثمرتها شركات رؤوس الأموال الاستثمارية في هذا القطاع بلغ أكثر من مليار دولار. ومن المنتظر أن تجري أول سيارة طائرة محلية الصنع في تركيا ثاني طلعاتها في معرض تكنوفيست المقبل. جدير بذكر أنه تم عرض سيارة طائرة من إنتاج شركة أوبنر العام الماضي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يمكن استخدامها دون الاضطرار للحصول على رخصة طيار.